الحب يأذي هدي يخنق كل مدى، وساعات كتير الأسوأ أسباب للسعادة، والأغرب أما بندي كتير من غير حساب، بيضيع الإحساس بالحاجة لما تكون بزيادة. في حب يأذي هدي يخنق كل مدى، وساعات كتير الأسوأ أسباب للسعادة، والأغرب أما بندي كتير من غير حساب، بيضيع الإحساس بالحاجة لما تكون بزيادة. تقريبا محسومة، دي عيون ناس بتودع بعض، دي قلوب ناس مهزومة، بندور على ايه وحكايتنا تقريبا محسومة، دي عيون ناس بتودع بعض، دي قلوب ناس مهزومة. زينا جيتوا امتى؟ طلعنا من البلد على اذان الفجريه. امي جت معاكوا؟ ابويا وامي واخواتي. شوف الراجل ما قاليش ان هو هيجي يعيد معايا، بس والله في الخير مش عايزني اعيد لوحدي. شايفه الشنطه اللي هناك دي؟ اه هاديها.
يلا كل سنه وانتي طيبه. خدي بصي البت خدت ال 200 جنيه وطلعت تجري رهوان. فعلا اقلب القدره على فمها تطلع البت لامها. يا نهار ابيض كل ده سايبانها نامي وفاء ليلتك مهببه. يا هناء يا صفاء تعالوا خدوا العيديه. عمتك صحت يا ولاء؟ اه ودتني دي. هناء حوش اخواتك هنا لحد ما اشوف المدام. ها بس انا اقعد انت وهو. عيديه ايه؟ العيديه مش هتطير. اقعد هنا ساكت فاهم؟ يا مدام انت صحيتي يا مدام؟ توك ما فكرتي يا اختي سايباني انام كل ده؟ وقعتك سودة. حسابك معايا بعدين. انت هتنزلي كده؟ استني بس يا مدام. انت تسكتي خالص يا وفاء سايباني انام كل ده. استني بس يا مدام استني بس لما افهمك. هو فارس لسه ما اتصلش؟ شيري ايه في حياتك حبيبتي؟ حال الدنيا هنعمل ايه؟ اسم الله عليك يا حبيبتي اسم الله عليك. تعالي تعالي شد حيلك كله بامر الله والنبي. ما احنا عارفين نتلم على جدتنا من ساعه ما سمعنا الخبر. اتفضلي تعالي يا مشيري تعالي تعالي اسم الله بيت عزيزي. تعالي يا اختي بقيت في حياتك يا حبيبتي شد حيلك تعالي تعالي ربنا يصبرك. تعالي يا عودي اقعدي يا حبيبتي اقعدي يا اختي يا حبيبتي. شد حيلك يا مشيري بقاء لله يا مشيري. معلش اسمعي قران ربنا هو ده الحاجه الوحيده اللي هتصبر قلبك والله. قلبي معاكي وفاء اكيد ربنا يبسطك بسرعه والنبي. دوري معايا اكيد هتلاقي حاجه اكيد دوري معايا. ايوه
رقم تليفون اصحابه فين؟ ها رقم تليفون اصحابه؟ اكيد حد فيهم شاف حاجه صح؟ اكيد حد شاف فيهم حاجه وسمع حاجه. لا بس حبيبتي تليفونه فين؟ اكيد كان معايا مدام. مش مهم مش مهم، انا هدور وهلاقي. ايوه ايوه هلاقي. ايوه هو رد، فاكر الواد ده؟ الواد ده عمره بيغير مني وما بيحبوش. الواد ده اسمه ايه؟ اسمه ايه؟ لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. استني بالله يا حبيبي. اسمه ايه؟ قومي يا حبيبي. اسمه ايه؟ قومي ما تقوليش كده. استني بالله. اه يا حبيب امك، عشت طول عمرك محروم من ابوك، وكمان هتموت من غير ما تشوف دوران. فهميني تيجي تشوف اللي حصل ده. حاضر. خليل فين؟ خليل فين؟ حكلي. يا خليل يا خليل. فين يا ابو شيرة؟ حاضر. يا خليل حاضر. يا خليل يا خليل. هو فين؟ يا خليل يا خليل كلم فيني. يا خليل. يا خليل. انا بطلت بيها من الصبح والله، بس انت عارفه فرق التوقيت. الشمس توقيت ايه والشمس ايه؟ قلت لك اخوها اتقتل. اخوها اتقتل. اهدي. قلت لك اخوها اتقتل. ايوه ايوه هتكلمها تاني حضرتك. وحي بالك. ايه اللي جابك؟ امشي دلوقتي. يلا امشي امشي. وانت حسبي الله ونعم الوكيل فيك. تقولي نايم يا طنط؟ نايم. انا اسف أنا آسف، أنا ما كانش قصدي أكتب عليكي، أنا كان قصدي أطمنك. والله العظيم أنا كنت فاكره نايم، والله العظيم ما كنت أعرف إنه اتقتل. آه صح مريم، صح خلاص ده مش هيقوم تاني. أنا عايزة بنتي. حاضر. هات لي بنتي. حاضر هكلمك. اطمني. حاجة بالك ليه؟ خليها تاني. خليها تاني. خليها تاني. شوف الكلب. خدوه. لو سمحت خد المحور. زحمة يا نسا والعجل كله واقف الساعات دي. الدائري علينا نقل مقلوبة. لو سمحت خد المحور واسمع الكلام. أنا عارفة بقول إيه. هاي ميكي. أون ماي واي. 15 مينتس كده واقف البيت. طبعًا حضرتك عرفتي من محمول اللي معاكي صح؟ لا أكيد طبعًا، أنا مش هجيب سيرة الموضوع ده خالص. ما تقلقيش. والله العيال بيقولوا لي أجيب محمول من دول بدل العطلة يعني وقفة الحال بتاعت كل يوم دي. دون وري. دونت واري، بس يا ريت الزبون بقى ياخد باله من العطله اللي احنا فيها ديت وقفه الحال دي. بليز بس انا اسفه، بس ممكن حضرتك تسوق وانت ساكت؟ ماشي ممكن. اوكي ماجي. باي هارد. معلش انا بس مش بحب اسمع حاجه وانا على الطريق. برضه ماشي. انفخها من الشباك لو ما عندكيش مانع في دي كمان يعني. بقول لك محمد بيغور بال موجود؟ موجود يا فندم. طب خليه يجي. حاضر يا فندم. يا ابني خليهم يعملوا لي قهوه. محمد بيه يا باشا، شكلك ناوي على صباحي النهارده. صباحي؟ وحياتك احنا مش همشي من هنا غير لما نوصل لحاجه. دي اول قضيه دم ليك ولا ايه يا محمد بيه؟ في الصحراء اللي كنت شغال فيها يا باشا الناس بتاكل رز مع الملائكه من المغرب. طب اعمل حسابك بقى ان احنا هنا في العصابه بياكلوا في بعض اول ما يصحوا من النوم، وعاده يعني في اواضي القتل دي ما بنروحش بيوتنا غير لما ندي حاجه للنيابه يشتغلوا عليها. ولينا بقى شغلك يا محمد بيه. ده تفريغ كلام الناس امبارح في المقلب يا باشا. ده في حاجة جديدة غير اللي احنا سمعناها؟ طيب هبعت لك صورة الواد على تليفونك،
عايزك تطبعها وتوزعها على رجالتنا يروحوا يعصوا في الكومباوند اللي جت منه الزباله. عايز اعرف الواد ده ايه الواد ده هناك عشان ما نضيعش وقت. اكتب عندك الناس اللي احنا عايزين نتكلم معاهم، الجيران، القرايب، عمال المصنع. بعد كده ترجع للمقلب. واعمل ايه في المقلب سعادتك؟ خلاص دول بس محمد القرا، وبعد كده بقى اقول لك. اه مرات الواد في اخبار عنها؟ لا يا باشا انا هقلب عليها الدنيا ما لقوهاش. ام الواد صحيت؟ من ساعه سعادتك. اه طب واذن النيابه بتاع تفتيش الشاليه طلع؟ لسه يا باشا. مش مهم انا اروح استجوبها في البيت، اخد منها المفتاح ودي. اه انت كمان بقى بالمره هات اتنين تلاته عشان الجيران. ماشي؟ ماشي ماشي يلا. طب ايه اوامر استاذ خليل؟ لا يا ابني لا، هستاذن انا. اتفضل. مع السلامه استاذ عمرو. مع السلامه يا هشام. السلام. الحمد لله على السلامه. البقاء لله يا بنتي، شد حيلك. ميرسي. البقاء لله يا زيزي. ميرسي يا عمرو. انت عامل ايه؟ أنا كويس. والنبي يا بنتي انا اصلا امبارح كنت تعبانه قوي، عندي احساس كده ان هو مش فارس اخوكي. فارس يا زيزي، فارس. فارس اخوكي يموت بالشكل ده ليه؟ ليه ده واد غلبان؟ ده طول عمره غلبان، عمل ايه يا عيني؟ ليه يعملوا فيه كده بس؟ روح يا بنتي عشان خاطر انا اتاكدي. مش هيطلع اخوكي صح؟ ان شاء الله مش هيطلع فارس. مش هيطلع فارس. اهدي بس اهدي. يا رب يطلع فارس. يا رب ما يطلع اخوكي. يا رب ما يطلع اخوكي. الظابط اللي هرانا اسئله امبارح جه تاني النهارده وعاوز يقابل المدام. انا مش فاهمه هو عاوز ايه تاني مع اننا قلنا له كل حاجه امبارح، ولا هو تقليب مواجع والسلام. خلاص خلاص انا هنزل له، بس حاولي تاكليها اي حاجه بس لحد ما ارجع. يا ابني يا دنايا. أنيسة زيزي مش كده؟ الباقي في حياتك. شكرا. يا ترى مدام مشيرة كويسة دلوقتي؟ كنت عايزة أدردش معاها شوية. لا والله ما أعتقدش. بس حضرتك ممكن تسيب رقم تليفونك، وهي أول ما تبقى كويسة أنا هبلغك. هو ده إن حضرتك مش مقدرة الموقف. في الجرايم اللي زي دي عنصر الوقت مهم جدا. الظاهر إن حضرتك اللي مش مقدر يعني إيه حالة أم ابنها يموت بطريقة زي دي. لا هو في الحقيقة أنا مقدر كويس جدا. بدليل اني جيت بنفسي، كان ممكن استدعيها بشكل رسمي. عموما اي حاجه حضرتك هتعملها مش هترجعها لراحة، وانا كل اللي يهمني دلوقتي امي، وامي مش في حاله تسمح لها بالتحقيق. مظبوط. نعم بشربها مظبوط. ويا ريت تجيبها لي على فوق، هو اوضه فارس فوق مش كده؟ بقول لك يا ابني استناني بره عشان ما نقلقش حد. طبعا الجناح ده اتجدد بعد جواز فارس. ها؟ اه مظبوط. اول مره تشوفيه؟ انا سافرت كندا اكمل تعليمي هناك، وبقالي 4 سنين بشتغل. ياه واضح انك بتحبي شغلك جدا لدرجه انك ما نزلتيش مصر عشان تحضري فرح اخوك. هو حضرتك ده له علاقه بالقضيه؟ هو ايه اللي سألك حال الأوضة كده؟ المدام يا حبيبتي حالتها كانت تصعب على الكافر. خدت حاجة من الأوضة؟ لا. مدام مشيرة
الباقي في حياتك. انا المقاتل نادر التوني، ما بحث جنائيه. رحت اتاكدت ان هو فارس؟ راح ازاي؟ من كلامي مع وفاء وخليل عرفت ان هما كانوا مسافرين شاليه بتاعكم في السخنه عشان اجازه عيد او حاجه زي كده. طبعا انا المفروض ان انا اعين الشاليه ده في اسرع وقت، بس ما قدرتش استنى اذن النيابه. قلت اجي اخد منك المفتاح. هو مش الشاليه ده ليه مفتاح تاني برضه؟ هات المفتاح يا وفاء. حاضر. لازم تجيبوا اللي عمل في ابني كده. انت لازم تجيب لي اللي عمل في ابني كده. انت لازم تجيب لي اللي عمل في ابني كده. حاضر يا فندم. يعني ان شاء الله في اقرب وقت. بس يعني لو تسمحي لي بكام سؤال لو ينفع. يعني انت في الفترة الأخيرة ما لاحظتيش أي تغير على فارس؟ يعني مشكلة مع حد، خناقة، عداوة؟ عداوة؟ أنا ابني كان طيب. أنا ابني طيب وغلبان. قولي له يا زيزي، قولي له أخوك غلبان قد إيه؟ غلبان؟ ده كل الناس كانت بتحبه. مفهوم طبعا يا فندم. يعني بس يعني ده ما يمنعش ممكن يكون كان عنده مشكلة مع صديق، صديقة. أنا ابني كان بيحب مراته. لا يمكن يعمل حاجة غلط أبدا. أكيد طبعا يا فندم، واضح إن هو متربي أحسن تربية. بس أنتِ عارفة يعني الشباب، هو كان مدمن مخدرات. لا 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 لا، بقول لك طيب وغلبان. أنا ابني، ابني كان عايز يبطل السجاير. المفتاح. هو فارس كان عنده لابتوب؟ وهو كان بيفرقه أبدا. ده طول ما هو كان قاعد في البيت كان فاتح الفسفخس ده. اه، وخده معاه بقى السخنه ولا سابه هنا؟ ما اظنيش. انت عايزه ليه؟ هو عشان اصل مدام مشيره دلوقتي اللابتوب والموبايل بقى هو الصندوق الاسود. يعني انا من رساله مثلا ممكن اعرف مين اخر واحد كلمه، مين اتخانق معاه، مين هدده بالقتل. هو هدده بالقتل ليه؟ انت ما تعرفش فارس ابني. أنا ابني كان طيب وغلبان. بلاش شفتله عليه. حرام عليكم. كفاية. بلاش شفتله على الواد. بس يا أختي بس، ما تعمليش في روحك كده. أنا ابني عمري ما أذى حد. يا ابني عمري ما أذى حد. فارس. يا فارس. أنا مش قلت لك ما تسيبيش إيد أخوكي؟ يا فارس. فارس. وين يا فارس؟ فارس؟ وين يا فارس؟ فارس؟ اهو تعال كده يا فارس. انا مش قلت لك ما تسيبش ايد اختك؟ كانت بتعيط. ليه يا حبيبي؟ بشويش بشويش رجليها متعوره. هو مالك رجليها متعوره؟ حرام حرام، خليها تيجي معانا البيت. البيت يا فارس؟ اه يا ماما، والنبي والنبي انت حرام عينا. ومناش بابا كمان، والله العظيم كان قاعده لوحدها عينا زيي. وانت قاعد لوحدك يا فارس؟ يخسى عليك. خليها تيجي معانا البيت وحطرمك الكروب. والنبي والنبي يا ماما. حاضر، هناخدها معانا البيت. امس يلا، اخر مره تعمل كده انت سامع؟ يلا قدام على البيت قدام. مهم جدا بالنسبة لي انك تعرفي من والدتك مكان اللابتوب. هحاول. طيب ده الكارت بتاعي، يا ريت تبعتي لي الاكونت بتاع فارس اللي عليه الفيسبوك بتاعه، وبرضه لو افتكرتي اي حاجة تخص القضية يا ريت تكلميني على طول. اكيد. شكرا. كل يا بنتي مش مومو. كل يا بنتي كل. زيزي ما تيجي حبيبتي تاكلي وسط بنات خال. لا ميرسي، ماليش نفس. يا حبيبتي تعالي كلي والاكل سخن، ده انت تلاقيك على لحم بطنك من الصبح. كل يا بنت. بقول لك ايه يا زيزي، ما تحاولي يا حبيبتي تخلي ماما تاكل لقمه، دي من امبارح ما حطتش حاجه في بطنها. انت مش بتقولي ان الدكتور كان عندها على الام حليل؟ ايوه. يبقى خلاص خليها ترتاح احسن. وعماله تاكل في السلطه دي، يخرب بيتك. قولي لك حته فرخه في البيت ولا حته؟ تمام. طب اتفضلي يا بنتي.
الله ده بيت عمتك زي بيت ابوكي بالظبط. تلقاها زعلانه عشان الاوضه اللي ما لحقتش تتهنى بيها. انا مانيش فاهمه هي لحقت تعلم امتى وتيجي امتى دي؟ مين؟ قصدها زيزي يعني. اه زيزي. طب وماله؟ هتباتي في ريح بنت عمتك. اقل الدف في بعض. ايوه صحيح. ودي سرير مش عادي، ده سرير بمقام ثلاثه من السراير بتوعنا. سلام. مش لاقيين لك يا حبيبتي تقعدي كلي بقى، ولا تلاقيهم محرجين عليك تقعدي معاهم. هو في حد له نفس للاكل؟ اه وماله الاكل؟ حزن في القلب يا شيخ يا جبر الذات. قولي بسم الله. يلا يا ولاد اقروا الفاتحه بقى. جرايه فارس. انا مش حفظتك يا حبيبي الفاتحه؟ انت عايز بابا يزعل منك اول يوم العيد؟ هم الميتين بيزعلوا وبيفرحوا كمان. وبعدين بابا مش ميت، بابا شايفك من فوق وبيحبك قوي كمان، عارف؟ وبعت لك كمان عيديه. امسك يا حبيبي. كل سنه وانت طيب. يلا اقرا الفاتحه.
الحب يأذي هدي يخنق كل مدى وساعات كتير الأسوأ أسباب للسعادة والأغرب أما بندي كتير من غير حساب بيضيع الإحساس بالحاجة لما تكون بزيادة في حب يأذي هدي يخنق كل مدى وساعات أسباب للسعادة والأغرب أما بندي كتير من غير حساب بيضيع الإحساس بالحاجة لما تكون بزيادة وبنغلط والخوف يملكنا ويتحول وسواس وما فيش حضن سعنا يعوض حضن تقريبا محسومة دي عيون ناس بتودع بعض دي قلوب ناس مهزومة بندور على ايه وحكايتنا تقريبا محسومة دي عيون ناس بتودع بعض دي قلوب ناس مهزومة